السلام عليكم البنات رمضان كريم واهلا وسهلا بكم من جديد في قناتي نتمنى يا رب ان احوالكم تكون بخير وعلى خير واموركم هانيه اليوم جيت نشارك معكم طاوله افطار واللي كان المنيو تاعها اليوم شوربه العدس الاحمر بطبوط بعجينه العشر دقائق اللي كيجي ولا اروع بوراك بالفرماج اللي سريع وسهل والبنة ما نحكي لكم بنين 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 البنة ولا أروع اول حاجه بديت بها هذه في الصباح كيما تعودتوا عليا لو بروغرام اللي راني يعني متبعته في شهر رمضان الفضيل هي اني نطيب لا سوب او والتحليات كي نوجدهم والسلطه كي نوجدها في الصباح و المملحات كنخليهم للمساء كما راكم تلاحظوا هنا شوربة العدس حطيت فيها زوج حبات من البصل متوسطه الحجم شلطتهم على الطريقه هذه وزوج حبات من الجزر اللي قصيتهم اون غونديل ونصف حبه من اللفت او لي نافي اللي قطعتهم على الطريقه هذه اوسي ونصف حبه من الفلفل الحلو وزوج فصوص من الثوم وشوية من المعدنوس وشوية من الدبشة أو الكسبور مقطعين على الطريقة هذه نصف حبة من الفلفل الحار يعني البيمون دو ماشي حار بزاف وزوج حبات من البطاطا البطاطا ما نحطاش دوكا وزوج ورقات من الرند وشوية من الزيت شوية من الكركم شوية من الفلفل الأحمر شوية من الزنجبيل وشوية من الفلفل الأسود والملح بطبيعة الحال صدقوني يعني الشربة هذه كتجي ولا أروع يعني بالإضافة إلى أنها شربة صحية خليت الكل يعني تقلع على نار على نار هاديه وزيد شويه من الكمون شويه يعني رشه خفيفه من الكمون وخليت الكل يتقلى على النار وزيت ملعقة صغيرة من طماطم المصبرة خليت الكل يتقلى على النار بعد ما تقلى لي زيت زيت عليه شوية الماء لأنه شبطت لي شوية لتحتها جوك وزيت عليها شوية من الماء ورحت خسلت العدس الأحمر تاعي العدس الأحمر حطيت كاس تاع ميتين و ربعين مليليتر دي رفد ميتين و ربعين مليح مليح بالماء حتى ولا الماء تاعي أبيض في الأول راح يولي الماء شوية أه وكأنه فيه النشا غسلوه حتى يولي الماء صافي فوالا هنا بعد أبخي زيت العدس بعد ما زيت العدس زيت حبة البطاطا هذه، ما حبيت نحط البطاطا تقلها في الأول لأنه البطاطا كتلسك بزاف دوكو أه حطيتها بعد ما حطيت العدس تاعي ومرقت أه حطيت الماء الكافي كل وحده ولا كونتيتي اللي الماء ما نقدرش نعطيكم العبار تاعو أه أبخي غلقت لا كوكوت تاعي حسبت لها 15 مينوت بالضبط وطفيت عليها كانت جاهزه معايا هنا في المساء رحت نحضر المملحات التحليه أه أنا ما حضرتش انه كان مازال لي قلب اللوز آه آه هنا جيت نحضر لافارس لي راح نفارسي بها البطبوط قبل لان بريباري حطيت فيها زوج حبات من البصل اللي شلطتهم على الطريقه هذه او قطعتهم على الطريقه هذه شويه من الزنجبيل شويه من الكركم شويه من الفلفل الاحمر الحلو وشويه من الفلفل الاسود وحطيت عليهم شويه من زيت المائده وشويه من الدبشه شوية من المعدنوس مقطعين حطيتهم على النار يتقلاو بعد ما تقلى لي البصل تري تري بيان زدت عليه صدر من الدجاج اللي قطعته اون بتي كيوب كما راكم تلاحظوا في الصوره وخليتهم إيه خليت الدجاج يتكلى حتى طاب بعد ما طاب طفيت عليه ما بغيت لكمش يعني صراحه جميع المراحل لانه الوقت ما يكفينيش إيه هنا العجينة العشر دقائق راح نحتاجوا فيها كأس من الماء الدافئ كأس من الحليب الدافئ ملعقة كبيرة من خميرة الخبز فلا ملعقة كبيرة من السكر صدقوني العجينة هذه ولا أروع كتجي واو يعني جربوها وردوا عليا نخلط الكل ونخلي هذيك خميرة الخبز تتفاعل لي شوية بركي مع الـ مع الحليب والماء كي نشوفها بدات تتفاعل فوالا نحركو تري تري بيان باش تـ باش تذوب معانا بعد ما نحسها انها بدات تذوب نزيد عليها كاس من السميد الرقيق اكيد نعاود السميد الرقيق أه، لا سومول اكسترا فينا استعملت هنا لو بالنسبه للبنات اللي هنا في فرنسا وكاس من و ونخلط الكل نخلط الخليط هذا ملعقه او بفوي او بالحاجه اللي عندك أه فوالا ونخليه يرتاح لمده عشرة دقائق نغطيه ونخليه يرتاح لمده عشرة دقائق كما لاحظتوا انا الملح ما حطيتوش ما حطيتوش دوكا حتى نحطو بعد ما يختمر لي الخليط تاعي علاش لانه الملح هو اللي ما راحش يخلي لو تحطوه مع الخميره هو اللي راح يكسر هذاك التفاعل تاع الخميره هنا بعد ما عداو للامانه انا خليتها 15 دقيقه لانه كانت عندي اشياء اخرى نديرها كما لاحظتوا تفاعلت هي 10 دقائق كافيه بعد ما ما تفعلت لي حطيت أه بديت نلم فيها بالفرينه الفرينه ممكن نحدد من كاسين الى كاسين ونصف من الفارينة تو دي بون تاعكم الا كان كاتشرب ولا ما كاتشربش بون فوالا ونحاول نلم لا تاعي بلا فارين انا هنا نسيت الملح جدكم خروفه <applause> نسيت الملح انتم حطوه في في الدقيقه هذيك اللي تنحيوا بعد ما تختمر حطوا الملح وزيدوا الفارينة فوالا اه فوالا لميتها بالفارينة لموها الطرية نأكد نعاود اه حطتها حطيتها تختمر على جنب للمرة الثانية اه أبخي جيت هنا نحضر لفخص تاع البوراك بالفرماج اه كما راكم تلاحظوا لاباط هذه كنت شريتها من كارفور بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنا في فرنسا هي شويه غاليه لاباط هذه تاع البوراك مي وحد لاباط ولا اروع ولا اروع سهله آه يعني سهله الاستعمال وكتجي ولا اروع بنينه بن... لاباط هذه جربوها وعلى ضمانتي البنات اللي ساكنين هنا في فرنسا كي من كارفور بون فوالا لا فارس حطيت ثمان حبات من الفخوماج انا هنا استعملت لافاش كيغي زدت عليه شويه من المعدنوس آه وشويه من لو فخوماج غابي وزيت عليه شويه من البيض انا جاتني لا شويه جاريه البيض حطوا العضمه او البيضه وخلطوها تري تري بيان ابري بشويه حتى تحصلوا على ان على اون تيكستور تكون شاده روحها انا انا يعني غلبني العدا غلبت غلبني البيض عفوا شويه دوكو جاتني شويه أه شويه جاريه ولكن سي با ما خرجت لي في المقله ما والو راح في الاخير جات نورمال ولكن من الاحسن ديروها شويه ناشفه هنا بعد ما خمرت لي لا اه تاعي بيان سور حطيتها فوق لو بلون دو تاعي قصيتها عفوا الى دوائر صغار الحجم اللي حبيته انا في البطبوط كل وحده تقص الحجم اللي حبيته هي انا البطبوط هذا صراحه كاين النص منه درتو فخسي حطيت فيه لا فخس والنصف منه خليته كلينا به الشوربه آه يعني عصفورين بحجر واحد آه لانه باش ندير نبريباري الكسره ولا نبريباري دوتغ شوز ونزيد نبريباري البطبوط صافي بوكو جوكو آه سامحوني على الكلمه هذه تاع جوكو جوكو كي نهضرها بزاف راحت فيها طبيعه الغالب الغالب ما نقدرش نحيها بون فوالا نص فيهم فارسيتون نص فيهم ما فارسيتهمش ايطاليهم آه ب بالمدلك او بيدك المهم ايطاليهم الحجم اللي حابه انتي والسمك وريت لكم مخشن بزاف مركق بزاف وخليتهم يرتاحوا قبل ما نبدا في, الطي... في الطياب تاعهم وفي الاونه هذه رحت نبريباري لا اليوم حبيت ندير فطور رومانسي نعم درت طاوله رومانسيه رومانتيك قلت يعني الطاولات الرومانسيه كنحضروها عاده ماشي في شهر رمضان الفضيل ولكن انا حبيت نكسر هذاك لي بروتوكول هذوك تاع شهر رمضان الفضيل وقلت علاش ما نديرش طاوله رومانسيه في شهر رمضان الكريم يعني تبقى كافكار اللي تقدروا تديو منها دي زيدي نتمنى يعني انها تنال الاعجاب تاعكم الفكره هذه تاع الطاوله الرومانسيه اعتمدت فيها اللونين الاسود والابيض والاحمر لكن قلت الاحمر كل الرومانسيه إيه وديرتها على الطريقه هذو لسد الطابل هذو كنت شريتهم من من ايكيا إيه هادو لي الطباس هادو لي شريتهم من ليدل آه، لي زاردواز هادو كنت شريتهم من جيفي ولي زوتر اردواز لي بلو بل بل بوا شريتهم من اكسيون آه، وهذيك الطنجره هادي كنت شريتها من اكسيون تاني آه، بون فوالا نظن اني قلت لكم آه، معظم يعني لا فيسيل منين شريتها هنا بعد ما خمروا لي كما راكم تلاحظوا رحت آه، نطيبهم سامحوني كي مبلبل بزاف على بالي انا وطغاني راسي <applause> انا وطغاني راسي مني كينبلبل بزاف ولكن كي نحب نفيد بزاف حتى تهم يطيبو شوفوا ما شاء الله كيفاش كينتفخوا كي في الطاجين او في, في لا بلونشا انا استعملت بلونشا لانها ننصحكم بها مليون بالميه اللي عندها لابلونشا طيب فيها باش تتهنى ليه ليه يعني فيتفي في تكمل ولا اللي عندها ان طاجين يكون كبير طيب فيه ليه ليه باش تتهنى يعني ما تقيلش طيب بلا كونتيتي شوفوا كيفاش جا كيفاش كيتنتفخ نتفخ يعني في, في الميكلات جا ولا اروع انا خطفت لكم لقطات لا لانه ما كانش عندي الوقت كان يعني الوقت الفطور يعني قرب باش نصور كل حاجة يعني بالتفاصيل كتجيني شوية صعبة صراحة هو الفطور وحده يعني ربي قدرنا على كل حال ولكن بالتصوير آه ما سهلاش حبيت نخطف لكم يعني لقطات شوفوا كيش كيجي كيجي فارغ من داخل وكيجي ولا أروع وهنا في الأخير هذه هي الطاولة قدمتها على الطريقة هذه هنا لا صلاة هذه لا فخص اللي بقت لي آه من البطبط آه نسيت ما قلت لكمش باللي قليت معهم شوية آه لي قصتهم قصيتهم دي كاغي وحشيتهم بهم مع الحشوه هذيك اللي حضرت معاكم لا فارس اللي بقات لي درت درت لا وحطيت هذيك لا اللي بقات لي تاع البطاطا والدجاج هذاك مع البصل جات ولا اروع هنا هذو في بتي بتيت... أه كيش كنقول لهم طويجنات هادو الصغار حتى فيهم شويه تاع الحمص أه وهذيك لا سوب كيما راكم تشوفوا جات ولا اروع لا تيكستور تاعها جات يعني يا سلام كتجي بنينة, بنينه 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 بالطريقه هذه هادو البوراكات اللي حضرت معاكم كيجي تاني البوراك هذا بالفرماج ولا اروع جربوه وما راحينش تندموا عليه اه كيجي فريمون هايل وكما قلت لكم بالنسبه للخبز قدمت البطبوط اه قسمته الى نصفين نص ما ما حشيتوش والنص فخصيتو وبهذا نكونوا حبيباتي وصلنا الى نهايه الفيديو نتمنى انه لا فيديو تاعنا تاع اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم و عجبتكم نيزيتي با تخليو لي دي لايك دي لايك دي لايك تبارطاجيو لا فيديو تاعي مع حباباتي وبلا ما ننسى البنات اللي مازالوا ما اشتركوش في القناه تنقول لهم معليهم غير بالضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو هكذا باش يوصلهم كل جديد والان ما بقالي غير نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم والى فيديو اخر ان شاء الله بسلام عليكم باي باي